أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاها فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن. يحار العقل في قدرته، وتخشع القلوب لعظمته، وتتواضع أفئدة المؤمنين لسر صنعته. فالكون مظهر وجوده، والنظام دليل عنايته، والتفكر هبة منه لمن شاء هدايته. كشفت دراسات علم الحيوان التنوع الكبير في المملكة الحيوانية التي يقسمها العلماء إلى رتب وفصائل وأجناس وأنواع، كل منها مجتمع قائم بذاته، له روابطه وعاداته ولغته، تماما كالمجتمعات البشرية، مصداقا لقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. جاء في سورة النحل إشارة قرآنية مبهرة للنحل ولعسل النحل، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والوحي هنا الإلهام الذي يلهمه ربنا تبارك وتعالى لكل خلق من خلقه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، ثم يأتي الخطاب هنا للإناث، لأن الله يعلم أن الذي يقوم بجمع رحائق الزهور والعصير من بعض الفواكه هي إناث النحل، هي الشغالات. الذكور من النحل دورها تلقيح الملكة، ويموت بعد ذلك، وتبقى الإناث هي القائمة على خلية النحلة، هي التي تجمع الرحائق، هي التي تتحرك لمئات من الكيلومترات. وقد أعطاها ربنا تبارك وتعالى وسائط خاصة تحدد بها الاتجاهات وتقيس بها المسافات حتى تعود إلى خليتها سالمة، وتصنع هذا السائل العجيب الذي يسميه عسل النحل. ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. ويأتي العلم يثبت لنا أن أفضل أنواع عسل النحل هو ما يتكون في خلايا الجبال، يليه الذي يتكون في خلايا الأعراش النباتية، وليه ذلك فيما يصنعه الإنسان من أعراش أو من خلايا صناعية. أثبت العلماء بعد دراسة طويلة لعالم النمل أن النمل من أكثر الحشرات تنظيما، ولديه وسائل للتواصل عن بعد، وذلك من خلال إفراز مواد خاصة تنتشر رائحتها في كل اتجاه، وتميزها بقية النملات وتفهمها. ولذلك فقد حدثنا القرآن العظيم عن حقيقة علمية لم يكن أحد ليقتنع بها حتى زمن قريب، وهي حقيقة التواصل والكلام في عالم النمل. يقول تعالى في قصة سيدنا سليمان: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أثبت العلماء أن النمل يتكلم بلغته الخاصة، وأثبت كذلك أن النملة المؤنثة هي التي تقوم بالتنبيه لأي خطر قادم،
وليس للذكور أي دور في ذلك، ولذلك جاءت صيغة الخطاب في القرآن على لسان نملة مؤنثة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. القدرة الإلهية الفائقة التي أوحى بها من النحل لكي تصنع خلاياها بالشكل السداسي حتى تلتقي أضلاع كل عين، يعني بكل أضلاع المجاورة لها، فلا تبقى هناك فراغات، هذا من بديع صنع الله في الخلق. ونرى طبعا في يخرج بطورها شراب مختلف ألوانه، يعني قال شراب لم يقل عسل، لأنه هناك أشياء كثيرة غير عسل النحل، هناك غذاء الملكات، هناك سم النحل، هناك العكبر، هناك شمع النحل، فقد شراب مختلف ألوان. وصناعة هذا الشراب في معدة النحلة من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. إذا قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وقال فيه شفاء للناس، لم يقل أنه شفاء كامل، يعني قد يشفي بعض الأمراض ولكن لا يشفي كل الأمراض. لذلك نقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة يعني من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله، ومن الدلالات القاطعة على أن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. اكتشف العلماء أن جسم النملة مغلف بغلاف صلب جداً قابلاً للتحطم، يتكسر كالزجاج، ولذلك جاء البيان الإلهي ليتحدث عن هذه الحقيقة بكلمة يحطمنكم دون غيرها من الكلمات. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والنمل من أذكى المخلوقات، لذلك قال بعض العلماء أن نملة سيدنا سليمان تكلمت بعشرة أنواع من الخطاب، حيث نادت ونبهت وعينت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت واعتذرت. يا نادت، أيها نبهت، النمل عينت، ادخلوا أمرت، مساكنكم نصت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت وهم لا يشعرون اعتذرت، لله درها من نملة. بين البشر في قلوب العلماء وقعت خشيته، هم العارفون قد غاصوا في سر صنعته وسبروا أغوار خلقه حتى بدا الكون لهم مرآة خلقت ليروا فيها أثره.